أعود مرة أخرى لضيفي الكريم عبر سكايب أستاذ ربيع قاسم الصحفي في المركز الدولي لدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية بتونس. دور أبلغتنا الآن أستاذ ربيع عن دعوة للنزول يوم 31، وهناك بعض المخاوف التي تنذر ربما من النزول، هل لديك معلومات حول هذا اليوم؟ في الحقيقة ما لا تتوفر لي هذه المعلومة عن نزول الناس للميادين يوم 31 يوليو، ولكن الشعب قد قال كلمته. الشعب يوم 25 جويلية انتفض على هذه المنظومة وطالب بإسقاط المنظومة وسقطت المنظومة، والآن نعيش في فترة ومرحلة أخرى ما بعد 25 جويلية، هي فترة بناء الدولة الجديدة. اليوم يجب يعني أن نقوم بعدة سياسات داخل المؤسسات وداخل الإدارات، ويجب أن نترك الدولة تتعافى تدريجيا. واليوم الكرة بيد رئيس الجمهورية، وأكثر من 87% من الشعب التونسي راض على ما قام به قيس سعيد وما يقوم به الآن من القرارات والإعفاءات التي شملت العديد من رؤوس الإدارات في تونس. فقط أفتح قول صغير عن عدم إجابة المراسلة عن خلفية السيد فتاح السلاوي. السيد فتاح السلاوي جاءت المعلومة الآن هو محافظ الشرطة عامل الصنف الأول، وعمل كذلك مستشارا لدى رئيس الجمهورية بدائرة الأمن القومي. فهذا خبر يعني يسر. اليوم وزارة الداخلية حتى ولو كان مؤقتا فيترأسها شخصية أمنية تعرف وتعلم ما يدور داخل الوزارة، يعني لديها معلومات على كل ركائز وزارة الداخلية، وهذا خبر يعني مسر لأول يعني منذ فترة طويلة لم يتم تعيين يعني شخصية من الواضح أمنية. التعيينات الجديدة أعتقد سيد ربيع كما هو واضح ستكون ربما تكنوقراط بشكل أكبر لتيسير العمل على الأرض، ليست سياسية يعني. صح صح صح، وهذا يجب وهذا ما يجب ان يعني هذا التمشي الذي لازم يمشي به قيس سعيد، وهو تعيين كفاءات وطنيه. الكفاءات لان هي اللي تبني الدول، الكفاءات هي يعني صاحبه الرؤيه وصاحبه الفكر وصاحبه الرؤيه المستنيره. واليوم يجب ان نعول على كفاءاتنا. تونس بلد فيه الكثير والكثير من الكفاءات من الرجال والنساء والشباب، آن الأوان أن نعول عليهم وأن نترك لهم المجال حتى يبدعوا في بناء تونس ما بعد 25 جويلية. أستاذ ربيع، بعض الصحف والمواقع الإلكترونية نشرت أخبار بشأن تسجيل ارتفاع مريب في عمليات السحب من البنوك، هذا بالتزامن مع الأزمة أو الأوضاع الداخلية في تونس الآن. هل هناك يعني ما حقيقة أو طبيعة هذا الأمر؟ في الحقيقة أنا صحفي ومتابع بشكل دقيق حول ما يدار في تونس، وهذه المعلومة ما جاتش قدامي يعني، ولكن يجب أن نتجنب الإشاعات في تونس في هذه الفترة بالذات. هناك الكثير والكثير من الإشاعات التي تخرج من مواقع مشبوهة ومن صفحات فيسبوكية مشبوهة تدار في الغرف المظلمة، يجب أن نتجنبها، وأي معلومة يجب التدقيق فيها. تونس فيها الكثير من الصحفيين والصحفيات المشهود لهم بالنزاهة وبنظافة اليد، هم المصدر الوحيد للمعلومة لا غيرهم. كذلك أعيد نداء، يجب أن نتجنب الإشاعات التي قد تؤدي إلى طرق مظلمة. بما أنك فتحت موضوع الصحافة في تونس، يعني الحقيقة أنه هنا في مصر كان لنا تجربة مشابهة كثيرا بما يحدث الآن في تونس مع بعض الاختلافات، ولكن خرجت الكثير أيضا من الإشاعات مع أعمال تخريب وعنف، مع أيضا إشاعات مرتبطة أو أقاويل مرتبطة بالإغلاق أو بعض المضايقات التي شابت الصحفيين في مثل هذه أو مثل هذا التوقيت، وهذا حدث أيضا في تونس في الأيام الماضية والتي ترددت على بعض وسائل الإعلام يعني الخارجية. تجربتك الآن كيف ربما تعيشها كصحفي في تونس؟ في البداية أود أن أؤكد بأن قيس سعيد ليس ربنا الأكبر، هو رئيس الجمهورية انتخب بالصندوق. إذا أحسن نقول له أحسنت وأصبت، وإذا أخطأ فسيجد الشعب أمامه
ومثل ما ازاح بن علي وازاح منظومه النهضه وازاح حكومه المشيشي سيزيح قيس سعيد، ولكن كان قد اكد رئيس الجمهوريه وذلك ما استبشرناه انه اكد لا مساس لا مجال للمساس بحريه الصحافه وحريه التعبير وعده حريات وخاصه حريه الصحافه، حريه الصحافه وانا كصحفي حقيقه يعني امارس المهنه يعني خاصه في هذا الظرف بكل حريه وبكل اريحيه. كذلك اذا تم التضييق على اي صحفي مهما كانت وسيلته الاعلاميه او مهما كانت الجهه التي يعمل بها وتم مضايقته امنيا او كذا سوف نصطف نحن كصحفيين، لان في اهم مكسب اكتسبناه منذ 2011 هو حريه الصحافه وحريه التعبير في تونس، فهذا مكسب وطني، مكسب اكتسبناه باستحقاق ويجب المحافظه عليه، ولا مجال لا قيس سعيد ولا غير قيس سعيد حتى يمس بهذا المجال. حقيقة هناك أخبار عاجلة الآن عن تونس، حيث صدر أمر رئاسي تونسي بتعليق اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وهذا سينشر في الجريدة الرسمية التونسية. بالأمس أيضا أستاذ ربيع كان هناك تصريحات للرئيس التونسي بإعادة الأموال المنهوبة للشعب التونسي، وهذا كما أسماه رئيس قيس سعيد بصلح جزئي أو أشكال من أشكال الصلح، ل 460 فرد قاموا بنهب مبالغ معينة. يعني هناك من الواضح وثائق وأرقام بعينها لكل هذه المكتسبات غير الشرعية. أصداء هذه الأخبار بتصحيح مسارات ليس فقط على المستوى السياسي ولكن كمان على المستوى الاقتصادي بالنسبة للمواطنين في تونس تحديدا، وأنه الأوضاع الاقتصادية صعبة جدا في الداخل التونسي في هذا التوقيت. هذا القرار الذي أعلن عليه قيس سعيد وهو المصالحة الجزائية مع المتورطين في نهب المال العام، 460 شخصية أو من رجال الأعمال والمستثمرين الذين نهبوا هذا المبلغ الضخم، كان قيس سعيد منذ سنوات وقبل ترأسه الرئاسة في تونس قد دعا إلى تفعيل هذا القانون او هذا النص المصالحه الجزائيه. ليش؟ لانه هذا القانون خلينا نسميه قانون لانه لم يصدر بعد، سيكون له نفع على تونس وعلى الشعب. لانه ليش قيس سعيد قال كل من نهب يعني كل شخصيه وكل رجل اعمال نهب مبلغ معين يجب ان يعيده الى الشعب التونسي في شكل استثمارات، في شكل دعم البنية التحتية في تونس، في شكل بناء مستشفيات، في شكل بناء مدارس حتى ننهض يعني بمستوى القدرة أو يعني بمستوى الإدارات في تونس والبنية التحتية. فأنا أرى شخصيا وهذا رأيي الخاص، أرى أن هذه الخطوة هي خطوة إيجابية في حق الاقتصاد التونسي الذي شهد تدهورا غير مسبوق منذ سنوات. يعني الاقتصاد التونسي اليوم في يعني اقل ما يقال عنه انه متداول وانه سيء وانه كذا. ليش؟ لانه السياسه الفاشله والسياسه الحمقاء والغبيه التي تم اعتمادها منذ حكومات متعاقبه وخاصه هذه الحكومه التي تم اعفائها حكومه مشيشي قد بهذلت بالاقتصاد الوطني وجعلته في اسفل السافلين، واليوم ان الاوان حتى نقف ونتجند للوقوف لاقتصادنا الوطني، لأنه يعني الاقتصاد هو عماد الوطن. كيف تتابع وترصد مواقف القوى السياسية في الداخل التونسي؟ شوف يعني كل شخص حر في 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 رأيه وفي مواقفه في كذا، ولكن اليوم أنا كمواطن تونسي ونشوف أنه أكثر من 87% من التونسيين مساندين لهذه القرارات وهذه الجملة من القرارات اللي قام بها قيس سعيد، فهذا يكفين. يعني الآخرون من هم رافضين هذه القرارات فهذا حقهم، يعني وهذا رأيهم. بالنسبة لي أنا أرى المجموعة الكبيرة 87% ليس بالرقم الهين من الشعب التونسي يساند وبكل قوة. يعني أنت كتشوف يوم 25 جويلية ويوم 26 جويلية كيف هب التونسي لحماية البرلمان ولحماية مؤسسة الدولة، وذلك الرقم يعني الرقم الضخم حيث مولئت كل الشوارع في باردو في كل الولايات وخاصة شارع بورقيبة.
فهذا دل على شيء، فهو يدل على أن أغلبية الشعب التونسي قد سئم ومل من الحكومات المتعاقبة ومن المنظومة الكاملة بأحزابها بسيبي بنوابها بوزرائها بولاتها بمعتمدياتها، قد سئموا منها. وقرر الشعب اليوم أنه يجب أن تكون هناك منظومة جديدة، رؤية جديدة وشابة وذات كفاءات، حتى لأنه اليوم 10 سنوات حبيبي منذ 14 جانفي والدولة في من قاع إلى قاع آخر، أن الأوان حتى ننهض في تونس، أن الأوان اليوم تونس بعض التحذيرات أستاذ ربيع متعلقة بعنف مرتقب وتخوفات وتحذيرات في الشارع التونسي من جهة بعد ما حدث طبعا من تطورات في المشهد السياسي وفيما يخص حركة النهضة تحديدا، كيف يستقبل الشارع التونسي هذه التخوفات؟ في ملحمة بن قردان حينما أرادت التنظيمات الإرهابية بإقامة إمارة داخل تونس، خرج الشعب والجيش والأمن في نفس الصف وفي نفس الخطوة دفاعا عن تراب تونس ودفاعا عن الدولة وعن مدنية الدولة وعن المواطنة وعن كذا. فاليوم تونس برجالها، برجالها من الجيش من الأمن بشعبها كذلك، اليوم لا قدر الله، ونحن لن نتمنى ذلك، وهو نحن لن نتمنى ذلك، ولكن إن جاء مع ذلك اليوم فسيجدوننا أمامهم في مواجهة مباشرة، ولا مجال للعنف ولا مجال للإرهاب في تونس. تونس تقعد ديما برجالها من الجيش والأمن والشعب كذلك. أشكرك شكرا جزيلا عبر سكايب من تونس الأستاذ ربيع قاسم الصحفي بالمركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية بتونس.